أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي وأهم ما تم تداوله. في مشهد مؤثر بالفيديو التالي يظهر مدى الرعب وحالة من الفزع التي تعيشها طفلة في قطاع غزة بعد أن تم إنقاذها جراء القصف العشوائي الذي يقترفه جيش الاحتلال الصهيوني في مجازره المتتالية على القطاع، رغم أن هذه الطفلة لم تتجاوز 3 أعوام وبالكاد تستطيع الكلام، إلا أنها تعرضت للحظات مرعبة وأذى نفسي لا يستطيع الشخص البالغ تحملها. لنشاهد هذه الطفلة. مجازر جماعية متلاحقة ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة بهدف تفريغ منطقة شمال غزة بأكملها من أي وجود فلسطيني. استهدفت قوات الاحتلال مدرسة فلسطين والتي تحوي آلاف النازحين مخلفة حجم دمار هائل بالمدرسة، حيث لم يرحم جيش الاحتلال النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة وأنهكهم فيها الحصار، إذ لا طعام ولا ماء ولا علاج. لنتابع حجم الدمار في مدرسة فلسطين. كما نشاهد من داخل مدرسة فلسطين شمال قطاع غزة بعد أن اقتحمته قوات العدو الصهيوني، هذا هو حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي كما نشاهد. رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون في قطاع غزة ورغم انتشار الأوبئة والأمراض، نشاهد صورة من معاناة النازحين الذي يعيشون فوق أنقاض مدرسة دمرها جيش الاحتلال، حيث لا يوجد أي مكان آخر يلجؤون إليه، فهم يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة. فلا مكان آمن في قطاع غزة بعد أن دمر الاحتلال منازلهم. لنتابع. تم تدميرها واستهدافها واقتحامها من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. اللي شفت اليوم في هذا المكان شيء غريب، يعني مبنى مدمر بشكل كامل، يعني زي ما انتم شايفين كافة أركانه تم قصفها واستهدافها، ولكن الناس هان حاول استصلاحها وعمل خيام إلها والسكن في هذا المكان. يعني الدمار اللي شايفه هان أنا دمار مخيف، والمكان عبارة عن مكان آيل للسقوط في أي لحظة، برشح ماء غير مؤهل وغير يعني مناسب لأي سكن لأي بني آدم. ولكن هاي الأوضاع وهاي الدمار اللي بيصير، يعني وعدم وجود بيوت للناس يرجعوا إليها وعدم اتساع الأماكن في مراكز الإيواء بيجبرهم أنهم يتواجدوا في هيك أماكن، شكل خطر كبير جدا عليهم وعلى حياتهم وعلى أطفالهم. ولكن هذا هو الحال والواقع فيه. طفل يبكي بحرقة على استشهاد أخته جراء اغتيال قوات الاحتلال لها. يتعرض الأطفال بغزة إلى صدمات نفسية بسبب العدوان، مما يسلب طفولتهم وبراءتهم. ففي كل يوم يشاهد الأطفال مشاهد مرعبة لا تخلو من الانفجارات والقصف والدمار، وأيضا مشاهد لجثث وأشلاء منتشرة في كل مكان. لنشاهد ماذا قال هذا الطفل الغير مقتنع باستشهاد شقيقته. حاصرت قوات الاحتلال محيط جامعة الأقصى التي تضم آلاف النازحين في مدينة خان يونس التي تشهد غارات عنيفة ومكثفة في أنحاء متفرقة من المدينة، واستشهاد عدد من المواطنين في ظل حملة شديدة يشنها جيش الاحتلال على المستشفيات ومراكز الإيواء، واحتجاز الطواقم الطبية وإعاقة وصولها إلى الشهداء والمصابين. لنتابع لحظة محاصرة جامعة الأقصى واقتحام مستشفى الخير.
إذن مشاهدينا هذا أهم ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، في أمان الله.